Merhabalar, biz kanalına hoş geldin. Thank you.
Domizi. Check it out, guys. سوى هذا الأكل كم تقريباً إيش قد يطول؟ بضعها 10 دقائق. 10 دقائق. هاي أكلة مشهورة في تركيا وفي العرب في نفس الوقت. بس الشيف يسويه بطريقة طبعاً. طريقة هي. تعجب الناس كلها بشكل عام. يعني العرب والأتراك أيضاً. العرب والأتراك تعجب الناس بشكل عام. مو ناس موحدة. بالعكس كل ناس تعجب أي ناس. صارت مهمة في المطعم تعجبها الأكلة هذه. طبعاً البهارات. مستخدمة بي يعني مشهورة في فلسطين.